وقبل أن يأخذ الكلمة أريد أن أتوجه له بالشكر والتقدير للجهود التي يبذلها في تقريب وجهات النظر العالم العربي بين الدول العربية وفي تخفيف من التوتر التي قد نشهده بين هذه الدول، وكذلك الجهود الخيرة المبذولة في الميدان الإنساني وفي ميدان التعمير، وليس عليه ذلك بعزيز، بل نقول أن الشيء من مأتاه لا يستغرب. فليتفضل سمو الشيخ.